بالنسبة لمتابعتنا لتطور حجم الاستثمارات في ولاية نابل، سجلنا خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2017 رغم سجلنا تراجع في حجم الاستثمارات لدى وكالة النهوض الاستثمارات الفلاحية، فما تراجع من 16 مليون دينار إلى حوالي 10 مليون دينار، إلا أنه فما زيادة في حجم أو في عدد مواطن شغل المصرح بها أو المصادق عليها اللي بلغت أكثر من 150 مواطن شغل خلال الأربع أشهر الأولى.